أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بالعناوين. الهيئنت بعد أسبوع من اعتقاله وفاة معتقل في السجون الحكومية بمحافظة صلاح الدين جراء التعذيب. كتابات نائب عراقي يعترف بتخزين أسلحة إيرانية في معسكر صقر. البصائر البصرة 95% من إيرادات عقارات الدولة تذهب لجيوب الفاسدين. الجزيرة نت السودان خلافات داخل قوى الحرية والتغيير تؤجل تشكيل المجلس السيادي. العرب اللندنية سلطة الأمر الواقع في الجزائر تتلاعب بالدستور. القدس العربي ترامب محادثات جيدة جدا بين الولايات المتحدة وطالبان. العربي الجديد ترامب يرجح كشف تفاصيل صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ بصحيفة العرب اللندنية. وجدنا مقالا فيها يكون في متنه: بعدما يزيد على 16 عاما ما زالت معركة العراق مستمرة، ويمكن القول أن معركة إيران هي في العراق، بل مستقبل النظام في إيران في العراق الذي اختارت إدارة جورج بوش الابن تقديمه على صحن من فضة إلى إيران. ويقول الكاتب خير الله خير في الصحيفة: أمريكا في العراق تكتشف يوميا بعد يوم أن إيران تغلغلت فيه أكثر بكثير مما يعتقد، وأن النسيج الاجتماعي العراقي الذي ما زال يقاوم الاستعمار الإيراني يخسر يوميا المواجهة مع الميليشيات المذهبية التي ترعاها إيران. هذه الميليشيات التي دخل زعماؤها بغداد في عام 2003 على ظهر دبابة أمريكية. من ينتصر في العراق الذي يقف حالياً أمام ثلاثة خيارات: العراق العراقي، العراق الإيراني، العراق الأمريكي، مع ما يعنيه ذلك من نفوذ إقليمي للولايات المتحدة التي اعتقدت أن مجرد إسقاط نظام صدام حسين في نيسان أبريل من عام 2003 سيؤدي إلى قيام نظام ديمقراطي يتسم بالتعددية، يكون نموذجاً لما يفترض أن تكون عليه كل دولة من دول المنطقة. من الصعب الإجابة عن هذا السؤال في وقت كشف الانفجار الذي وقع يوم 12 من آب أغسطس الجاري في معسكر صقر جنوبي بغداد أن الكفة في الداخل العراقي بدأت تميل لمصلحة إيران. هناك بكل بساطة تغطية رسمية عراقية للحشد الشعبي، بغض النظر عما إذا كان وراء الانفجار في معسكر صقر ارتفاع درجة الحرارة أو سوء توضيب الصواريخ والذخيرة أو ضربة إسرائيلية أو أمريكية تبين أنه بات من الصعب الفصل بين مؤسسات الدولة العراقية والحشد الشعبي. شيئاً فشيئاً يتحول العراق إلى نظام شبيه بنظام الجمهورية الإسلامية التي أسسها آية الله الخميني في أساس هذا النظام الإيراني الحرس الثوري الذي صار في العراق شبيه له هو الحشد الشعبي. ليس الحشد الشعبي سوى مجموعة من الميليشيات التابعة لأحزاب عراقية موالية لإيران. من الواضح أن إيران اعتمدت سياسة هجومية في العراق، ومن الواضح أكثر أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك إلى الآن سياسة عراقية واضحة. لو لم يكن الأمر كذلك لما خذلت الأكراد عندما قرروا الذهاب بعيدا في إجراء استفتاء على استقلال كردستان العراق. تحت عنوان حين يضلل الرأي العام أو الحلبوسي حين يضلل الرأي العام حول جثث جرف الصخر، كتب عامر القيسي مقالا في موقع كتابات: محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي الذي نتج عن مشاركة 20% فقط مما يحق لهم التصويت من العراقيين أصبح رئيسا للبرلمان بصفقة سياسية
مشبوهة هي كما يقال أشهر من نار. ولأنه على هذا الحال والمنوال فقد كان مطلوباً منه أن يقول عن 31 مغدوراً رجلاً وامرأة وطفلاً بأن غدرهم كان نتيجة حوادث متفرقة وبعيدة عن أي صبغة طائفية، وبعضها نتيجة الأعمال العسكرية في معارك تحرير جرف الصخر، فسقط مرة أخرى بإدخال الجانب الطائفي في القضية بدل المطالبة بكشف المجرمين. فالمغدورين يحملون الهوية العراقية وليس الطائفية، وإن كان غدرهم في مرحلة غرق البلاد بالصراع الطائفي يكون حينها مطلوباً أكثر من أي وقت بالكشف عن الجنات التي كانوا من أدوات ذلك الصراع الجهنمي البغيض. ولا ندري كيف توصل الحلبوسي إلى هذه النتيجة وتحديد الدقيق دون إجراء أي تحقيق رسمي لجثث المغدورين مجهولة الهوية منذ 4 سنوات كما قال محافظ بابل ووزير الداخلية، وبذلك تكون الإدانة جماعية للسلطتين المحلية والاتحادية وتقع سهما في الكشف عن مرتكبي جرائم رغم وجود جثث مقطعة الأوصال. سنذهب مع كل الأصوات التي تقول بجثث مجهولة نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية وتخريجات الحلبوسي، لكننا في الوقت ذاته نسأل: ألا يوجد قاتل لهؤلاء المجهولين؟ وبعيدا عن أي قضية طائفية ومحاولات البعض التلويح بالمربع الأول، إلا أن الحقيقة هي البحث عن القتلة، عن مقطعي الجثث، عن مزهقي أرواح الأطفال الأبرياء، والكشف عنهم أمام الرأي العام العراقي، وحينها فقط سيكتشف الحلبوسي وما هو في ركابهم أن هذه الجثث ليست مجهولة الهوية، وإنما من يسأل عنهم يخشى يكون مصيره كمصيرهم. مشكلة القوانين وتقاطع الصلاحيات والسؤال للغلبة لمن والبقاء للأقوى ومن له القدرة على تمرير ما يريد من مشاريع القوانين والمحاصصة والطائفية، كلها علل كانت في الحقيقة عقبات في طريق بناء دولة مستقرة تسير وفق معايير عقلانية في العراق. مقال للكاتب أثير ناظم الجاسوري في صحيفة المدى. أهم وأكبر معضلة تواجه العراق هو الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً عندما يتجاوز الخلاف السياسي بعد أن يتحول إلى صراع حزبي ثلاثي الأبعاد، وصراعهم دائماً نابع من ليس فقط لسوء فهم الدستور وتفسيره على ما يشتهون وقصر نظرهم السياسي، إنما المناكفة الحزبية والطائفية في كثير من الأحيان تأخذ الحيز الأكبر من هذا الصراع. فيما يتعلق بالأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الاحتلال التي لازال البعض منها ساري المفعول، لا بل تتصارع القوى الحزبية على تطبيقه بالرغم من الغالبية منهم يعدها دولة احتلال ويجب مكافحة آثارها وقوانينها. هذا التناقض في العمل بين تشريع عاجز وتنفيذ متخبط يعطي صورة واضحة على أن الأزمات التي يعيشها العراق نابعة من سلطتين تم بناؤهما على أساس المصلحة الحزبية الضيقة التي لا تتعدى هذا الحزب أو ذاك. أما ما دار من خلاف كبير بين السلطتين هذه المرة هو أزمة المفتشين العموميين المخالف للدستور والصادر عن سلطة الاحتلال بالرقم 75 سنة 2004. الأمر الغريب أن القوى والأحزاب المعترضة اليوم كانت هي المستفيدة من وجود هذه المكاتب والتي ساعدت على خلق تلك الدولة العميقة المسؤولة عن كل الإرباك والتخبط الذي نعيشه اليوم. إذا كانت السلطة التشريعية تعاني من خلل واضح في عملها، فإن السلطة التنفيذية ومن جراء عدم قدرتها على أن تخلق أجواء صحية للعمل ساعدت على أن يكون العمل السياسي في العراق مقتصراً على الإسهامات الحزبية وتنفيذ أجندات الكتل الحزبية المتضمنة كل ما له علاقة بتوجهاتها ومصالحها. ما الذي ينتظره شرق الفرات؟ سؤال يطرحه الكاتب سمير صالحة بمقال في صحيفة العرب الجديد جاء فيه: بعد 20 ساعة من المفاوضات التركية الأمريكية بشأن شرق الفرات والمنطقة الآمنة في سوريا، أعلن عن بيان مشترك في حدود 5 أسطر يقول شيئا ما
لكنه يفتح الباب أمام تكهنات وسيناريوهات واحتمالات لا تبدد سوداوية المشهد في مستقبل الخريطة السياسية والدستورية لسوريا الجديدة. لا تريد مجموعات قسد مغادرة المتارس والخنادق، ريثما تعرف ما الذي سيحل بها علاقتها بحزب العمال الكردستاني. هل ما تبحث عنه واشنطن هو إيجاد صيغة اتصال وتواصل بين حلفائها المحليين في شرق الفرات والإقليميين في أنقرة؟ كيف ستثق أنقرة باتفاقيتها مع واشنطن وبنتاغون فيما يدعو الكونغرس الأمريكي في تقرير له إلى إقرار زيادة الدعم لوحدات حماية الشعب في شرق الفرات مادياً ولوجستياً وسياسياً؟ توقيت إرسال بنتاغون حوالي 300 شاحنة محملة بالسلاح والعتاد لحظة جلوس وفدها العسكري لمفاوضات الأتراك قبل أسبوعين قد يحمل الإجابة على كل هذه التساؤلات. منطقة آمنة تتحول إلى منطقة عازلة وإلى منطقة فصل بين الوجود والنفوذ التركي الكردي. الأمور أكثر تشابكاً وأشد تعقيداً من أن تحسم في مشروع إنشاء منطقة آمنة حدودية فقط. منطقة آمنة في شرق الفرات من دون رضا موسكو وقبولها قد تعقد مسار العلاقات التركية الروسية وربما تقود إلى تفجير كل التفاهمات في غربه. هل تحريك قوات النظام في إدلب وجنوب حماة والتقدم نحو خان شيخون يندرج في إطار ردة الفعل الروسية على الاتفاقيات التركية الأمريكية والتلويح باحتمالات ارتداداتها على التنسيق الروسي التركي؟ لا يفوت أنقرة حتماً تقرير وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وتوصياتها للكونغرس بضرورة فتح الطريق أمام زيادة الدعم لوحدات قسد ورفع عدد مقاتليها وتأمين الحصانة السياسية الكاملة لهم في شرق سوريا، وهي لا تريد منح واشنطن فرصة تحويل الاتفاق إلى حبر على الورق كما حدث قبل عامين في موضوع منبج. إلى متى يستمر الصمت الدولي على جرائم وإرهاب الحوثي؟ علامة استفهام باتت تطورات الأحداث تطرحها على ساحة النقاش الدولي، لا سيما في ضوء التصعيد الأخير تجاه المملكة العربية السعودية. عن إرهاب الحوثيين كتب إيميل أمين في صحيفة الشرق الأوسط. الرسالة التي أدركها خبراء الولايات المتحدة ومراكز استخباراتها المتقدمة تدور حول نوايا إيران في توسيع المواجهة عبر الوكلاء، وربما من الأصح القول العملاء في المنطقة تحسباً لأي مواجهة قائمة أو مقبلة. في مقدمة هؤلاء يأتي الحوثيون الذين يهددون دول الخليج من جهة ومضيق باب المندب وحركة الملاحة في البحر الأحمر من ناحية ثانية، سواء جرى ذلك عبر الصواريخ الباليستية أو من خلال الطائرات المسيرة دون طيار والمحملة بالمتفجرات عطفاً على الألغام البحرية التي تكتشف يوماً تلو الآخر. لم تكن عملية الطائرات المسيرة ضد المنشآت النفطية السعودية في منطقة الشيبة أمراً غير متوقعاً في واقع الأمر، فقد كان ولا بد للحوثيين من إظهار الحضور الإيراني والذراع الطويلة لهم في اليمن المتألم الذي يتشارع ويتصارع أبناؤه، والسبب في كل ما يجري هو إيران لا غيرها، فهي تسخر كل الآليات من أجل تحقيق الهيمنة الإيرانية في المنطقة. التفكير الإيراني يبدو جلياً ومفضوحاً فيما بين ثنايا كلمات الحوثي، الرجل الذي يعتبر التحالف الدولي الذي ذهب لدعم الشرعية ووقف التمدد الإيراني الحوثي بمثابة تحالف للأعداء. صمت المجتمع الدولي على الإرهاب الحوثي الإيراني سيكون مكلفاً للعالم برمته، والتخاذل عن إنهاء المهزلة الحادثة على الأراضي اليمنية سيكلف الأوروبيين والأمريكيين وحتى الآسيويين الكثير. إنها إرهاصات لإعلان فاشية إيرانية بأصابع حوثية، فهل هذا ما يتطلع إليه العالم في هذا الوقت المأزوم جيوستراتيجياً؟ لا سيما من فعل التهور الاستراتيجي الإيراني الكارثي في الحل والترحال. تابعت شخصيا منذ سنوات قضية التغيير داخل النظام السياسي الجزائري وكتبت حولها الكثير لأصل إلى قناعتي أن التغيير السياسي صعب
بل مستحيل في بعض الأحيان. ومن داخل هذا النظام ومؤسساته فقد فشلت الانتخابات كآلية في إصلاح هذا النظام السياسي، إلى حد أن انتظام ودورية الانتخابات التي عرفها البلد مدة تزيد عن نصف قرن من الزمن. هذا كان رأي الكاتب ناصر جابي حول الأوضاع السياسية في الجزائر، ونشرته صحيفة القدس العربية. النظام السياسي في الجزائر غير قابل للإصلاح من الداخل، ولابد من البحث عن تغيير من خارجه، وهو الذي نقصد به العامل الدولي من جهة، والضغط الذي يمكن أن يحدثه الحراك الاجتماعي وكل أنواع الحركات الاجتماعية التي تستدعي تجنيد المواطنين كوسيلة للضغط على النظام من خارجه. أعتقد جازماً من جهتي أن أكبر عائق يقف حاجزاً أمام التغيير هذه المرة وعدم قدرة مؤسسات النظام ورجاله على وجه التحديد على التعرف على خصوصية اللحظة التاريخية النوعية التي تعيشها الجزائر بعد 22 من فبراير 2019، وهو ما قد يؤدي بهم إلى محاولة كسرها بدل البناء عليها. عدم قدرة على استيعاب هذه اللحظة التاريخية التي يمكن تفسيرها جزئياً على الأقل بالتنشئة السياسية للنخب الحاكمة المدنية والعسكرية التي لم تتعود على الإنصات للشعب والقبول بالحوار معه، رغم الأصول الشعبية لبعض هذه النخب قبل التحولات التي عرفتها كمواقع اجتماعية. الفساد المستشري عامل آخر تحول مع الوقت إلى كابح كبير لأي تغيير سياسي جدي، على الرغم مما قدم من ملفات ثقيلة أمام المحاكم هذه الأيام مست وجوهاً سياسية وجزءاً مهماً من الأوليغارشية الجديدة، لنكون أمام محاربة لبعض وجوه الفساد وليس محاربة للفساد كممارسة مستشرية يطالب بها المواطن. التنشئة السياسية للنخب الحاكمة عبرت عن نفسها من داخل مؤسسات مركزية ابتعدت عن المستوى النفسي عن المواطن الذي بادلها هذا البعد بعداء وتشكيك في شرعيتها. عبر عنه الحراك جزئيا خلال المسيرات الشعبية بشعاراته وأهازيجه الشعبية التي طالت الكثير من الوجوه. نشرت مجلة فاست كومباني الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن محركات البحث الحديثة التي يبدو أنها تمثل المنافس المحتمل لمحرك البحث الشهير جوجل وقد تتفوق عليه. وقالت المجلة في التقرير الذي ترجمته عربي 21 إن جوجل أثبت تربعه على عرش الإنترنت منذ سنوات، لكن ومع كل يوم تظهر الكثير من محركات البحث الشبيهة بجوجل التي يمكنك تجربتها والتي تتميز بعضها بعدد من الخاصيات الجديدة التي ربما يفتقر لها محرك البحث العملاق جوجل. وذكرت أولا أنه لمزيد من الحماية والخصوصية ينصح باستخدام محرك البحث داك داك جو الذي يحسن من نتائج جوجل من خلال استبعاد جميع النتائج التي تقوم بعمليات التنقيب في البيانات واستخراجها والنتائج المخصصة، ولا يقوم المحرك بتسجيل عنوان IP الخاص بالمستخدم ولا يجمع بياناتها الشخصية، ويمكن هذا المحرك المستخدمين أو يمكنهم من إيجاد نتائج من أكثر من 20 متصفحاً. نتابع مع مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور التي انتقيناها لكم من صحف اليوم.
بهذا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صدى الأقلام، نلتقيكم على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.